السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا خبر بهذا الفيديو يا اخواني بصراحة مضحك مبكي بنفس الوقت توعية للجميع. عملوا لنا واحد لايك على زيت الخرنوب الابيض. اذا ما بتعرفوا زيت الخرنوب الابيض اعملوا عنه بحث على جوجل ورح تنبسطوا. يا اخواني القصة باختصار، قام احد الشباب يا اخواني عن طريق الانترنت بالدخول الى احد المجموعات اللي فيها نسوان والعياذ بالله بيشتغلوا بالمصاري، فاتفق مع وحدة على 400 ليرة. اتفق معه وزبط اموره الزلمة على 400 ليرة تركي وراح لعنده على البيت. فشو اللي صار معه؟ بعد ما راح لعنده على البيت الزلمة ومزبط حاله ومبسوط وعلى 24، وإذ بطب عليهم مين؟ حبيبة. فات حبيبة طب عليهم وسحب عليه سلاح وخلصوا التليفون وخلصوا المصاري. طبعا بعد ما خلصوا التليفون والمصاري وراح هذاك من البيت، فراح هذا الزلمة اشتكى، قدم شكوى انه انضحك عليه واخذوا له التليفون واخذوا له المصاري. الزلمة معه حق، يعني طلع يطالب بحقه الزلمة، يعني ليش عم ياخذوا لي التليفون والمصاري؟ يعني رحت لغاية معينة بس ما بصير ياخذوا لي التليفون والمصاري. فشو طلعت القصة؟ طلعت القصة يا اخواني متفق عليها وما طلعت انه هي اول مرة. يعني هدول عاملين شغلتهم عملتهم، بتتفق مع الزبون، بيجي الزبون على البيت وبيطب حبيبه بالصدفة سبحان الله بكل مرة. يعني فهذا الموضوع يا اخواني، فمن الشباب اللي شباب هالايام يلي بتبحث عن هالامور ديروا بالكم، انتبهوا، بعدوا عن المعاصي. صدقوني كلياتنا بدنا نموت يا اخوان، امتى الواحد بيطب بيموت الله العليم ما حدا بيعرف. فنصيحتي لكم نصيحة أخوية، يعني ما في شجرة ما هز الهواء، ولكن انتبهوا يا أخواني، بعدوا عن هالمواضيع، والله اتقوا الله، عودوا إلى رب العالمين. ويعني كانت فكرة توعية بس من هذا الفيديو يا أخواني، مشان الناس تنتبه ومشان ما حدا يوقع بهيك مواقف، وبنفس الوقت مشان الناس تبعد عن هالأمور. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.